أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام من جديد، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. على موقع الهيئة نبت بسبب الفساد وفشل حكومات الاحتلال ارتفاع معدلات الفقر إلى مستويات قياسية. في المدى نطالع إجلاء مؤقت لسبعة آلاف نازح من مخيمات نينوى بعد موجة الأمطار. وعلى موقع كتابات فشل محاولات هادي العامري لحجب صفحات المنشقين عنه، لا أحد يملك منعه. وعلى الجزيرة نت شعارهم ارحل يا سيسي، اعتقال 200 متظاهر بعدة محافظات مصرية. على العربية الجديد نطالع تفويض البشير صلاحياته الحزبية، مناورة جديدة لامتصاص الغضب. وعلى القدس العربي الجزائر مظاهرات حاشدة ضد استمرار بوتفليقة والنظام. وعلى الحياة الحكومة اليمنية تدعو إيران إلى التوقف عن دعم الميليشيات بالأموال والأسلحة. أهلا بكم. بداية نطالع من العربي الجديد. غدا الفساد قصة مألوفة لأربعين مليون عراقي في بلد غني بثرواته، ولكنه كسيح في أنظمته، ويعد في المرتبة 171 في مؤشر مدركات الفساد، إذ يرتبط بمحاسبة ضعيفة بشكل مزمن وحكم غامض. وتختلف تقديرات إجمالي الأموال المفقودة وتصل إلى 300 مليار دولار، فضلا عن مئات المليارات التي صرفت على المشروعات الوهمية لعدة وزارات ممولة من الفواتير المزورة المقدمة إلى البنك المركزي، ولم تتوقف مزادات العملة على الرغم من أنها قتلت العراق. ترى ما هي الخطوات الجادة والحقيقية التي اتخذتها الحكومة الحالية في القضاء على الفساد كما وعدت العراقيين بذلك؟ جاء ذلك في مقال للكاتب سيار الجميل في صحيفة العربي الجديد. إنه فساد طبقة سياسية حاكمة وإدارات ومؤسسات في نهب منظم للمال العام منذ 16 عاماً، ويقتنع أغلب العراقيين باستحالة تحسن الأوضاع بعد فقدان الأمن من مسؤولين غير مؤهلين للحكم أبداً وقد أمنوا العقاب، واقتنع الجميع بعدم وجود حلول للكارثة، فالجميع فاسدون، فالفساد كالتنين اجتاح العراق من كل الاتجاهات، بحيث وصمت هيئة ما تسمى النزاهة نفسها بالبشاعة، وكان الفاسدون وراء استشراء داعش الذي عبث بالعراقيين قتلا وتشريدا. وأمس الفساد ثقافة مستحكمة عند العراقيين بفعل هيمنة مافيات سياسية جائرة احتكرت الرئاسات الثلاث العليا والتشريعية والتنفيذية منذ 2005، فضلا عن قوى غير رسمية عابثة، وإن مسؤولي لجان حكومية وبرلمانية يهرجون بالإصلاح ولكنهم غرقى في الفساد، فهم يظهرون عكس ما يبطنون، ولم يزل كبارهم منذ 15 عاماً كالتماسيح يتلاعبون بمليارات الدولارات من دون حسيب أو رقيب. لم يتمكن العراق من الوفاء بتعهداته أمام العالم في القضاء على الفساد أو الإيفاء بتعهدات بناء الخدمات ومحطات الطاقة في السنوات المنصرمة. ولم تخلق خطورة الأزمة أي حسابات تهز وجدان المسؤولين الذين قادوا ظاهرة الفساد، ما جعل العراق يصنف باستمرار واحدا من أتعس خمس دول هي الأكثر فسادا في العالم. كان كبار المسؤولين السبب في سرقة ثروات البلاد من المال العام، وهناك عصابات ومافيات تحركها رؤوس معينة تشكل فيروسات قاتلة ضد كل من يفشي أسرار الظاهرة التي باتت مفضوحة لدى الجميع، ولم يستطع حتى رجال الدين والمراجع الكبار فعل شيء، وهم يدركون غرق العراق في الآثام، ولكنهم لم يدينوا أحدا أبدا، ولم يحرضوا على الثورة خوفا على النظام وهويته ومصالحه.
وهم يعلمون حجم الجريمة ويدركون فشل العملية السياسية برمتها ما دامت هناك ميليشيات وعصابات فساد منظمة تدير البلاد الفاسدة. أعلن في بغداد يوم الأربعاء الماضي تشكيل تيار بدر الوطني المنشق عن منظمة بدر التي يتزعمها رئيس تحالف الفتح هادي العامري. وقد كشف بيان شديد اللهجة لتيار المنشقين أن التيار الوطني يستهدف إصلاح الواقع التنظيمي والسياسي المتردي في بدر ويكافح لإقالة ومحاسبة القيادة الحالية المساومة في بدر والتي وضعت يدها بأيدي قتلة العراقيين ومن أرهب الشعب وتآمر عليه، وذلك بحسب الدكتور جاسم الشمري في مقال بموقع العربي 21. نطالع. هذا الانشقاق المزلزل في أكبر أجنحة البرلمان والحشد الشعبي يأتي في الوقت الذي كشفت مصادر عراقية أن الجهاز أمن الحشد الشعبي يستعد لإغلاق أكثر من 100 مقر وهمي تابع له، وأن معظم هذه المقار تابعة لرئيس الوزراء الأسبق نور المالكي الذي يعتبر عراب النفوذ الإيراني في العراق، وذلك ضمن حملة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لمكافحة الفساد. وتتهم جهات عراقية عدة جهاز أمن الحشد الشعبي بتنفيذ عمليات اغتيال بحق المعارضين السياسيين للوجود الإيراني في العراق. وبعد العام 2003 أطلق العنان لعمليات الاغتيالات المنظمة الجماعية والفردية والتي طالت رجال الفكر والسياسة والجيش والأمن وعموم المواطنين، وآخرها اغتيال الأديب علاء المجذوب في كربلاء. العجيب أن عصابات الإجرام صارت تتباهى بجرائم الاغتيالات وأساليبها. هذه الانشقاقات والاتهامات المتبادلة بين بعض فصائل الميليشيا تمهد الطريق لولادة الجيل الثاني لهذه القوة، وربما تجري هذه الانشقاقات بأسلوب العمل تحت السيطرة، وذلك بسبب لغة التصريحات والبيانات القاسية، وعليه لا يمكن الوثوق بهذه الإجراءات ما لم نجد حلا نهائيا لمهزلة تغول الميليشيات في الساحة العراقية واستمرار الفوضى الأمنية، إذ تؤكد الحقيقة الكبرى هذا الواقع، وهي أن حكومات العراق المتعاقبة والأحزاب الحاكمة لم تنجح في تقليم أظافر عصابة الإرهاب، وهي تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كل جرائم الاغتيالات التي تجري في العراق. العراقيون الأصلاء من شعبنا في الموصل وصلوا إلى يأس من معالجات حكومة محلية أو حكومة مركزية أو دور إقليمي لإنقاذهم أو مجتمع دولي أو منظمات أممية تنتشلهم من مرارة الموت والإهانة والاستهداف المبرمج لهويتهم ووجودهم وكرامتهم. الموصل بكل جمالها وربيعها وإنسانيتها وتاريخها وعروبتها وبما تعرضت له في الماضي والحاضر من أزمات وكوارث وحصار وجوع وجرائم وإبادات مروعة، إلى أنها لم تنحز أبدا إلى الوجه المظلم والكئيب من شخصيتها، بل اختارت أن تقاوم أقصى الظروف وأن لا تستسلم لما يراد لها ضمن أجندة المشروع الإيراني المقيت الذي لم ولن يكتفي بما خلفه الاحتلال من تنظيم داعش، أيضا لما خلفه احتلال تنظيم داعش لها بتلك المهزلة من التوافقات السياسية والإملاءات الطائفية والتخادم السياسي للإيقاع بالموصل في مستنقع الإرهاب، ثم ازدواجية التحرير والتدمير على الواقع السياسي والخدمي. كتب ذلك حامد الجيلاني في صحيفة العرب اللندنية. نتابع. هجوم ممنهج على الموصل وأهلها بنقص الخدمات وتأجيل حركة الإعمار في مدينة ضربت الأرقام القياسية في كميات الأنقاض ومخلفات عبوات الحرب غير المنفلقة في البيوت والأزقة والساحات، إضافة إلى الجثث والجسور المهدمة. يتحجج بعضهم بسياسة الإبقاء على الموصل المدمرة باعتبارها عهدة عالمية تقع على ذمة دول التحالف والمجتمع الدولي، وبانتظار التعهدات المالية للدول المانحة المشاركة في مؤتمر الكويت
التي لم يصل منها شيء يذكر لفشل الأداء الحكومي وتعدد مصادر السلطة، بما ترك الباب مفتوحاً أمام فقدان الثقة في شفافية التصرف بالأموال ومخاوف انعدام الأمن الذي تساهم الدولة في الترويج له انخفاضاً وصعوداً على مقياس توصيات ولاية الفقيه الصريحة. الحديث عن فترة زمنية مشابهة لما عاشته الموصل قبل احتلال تنظيم داعش لا يجانبه الصواب، رغم أنه يضرب عصفورين بحجر زاوية رؤية الحشد الميليشياوي وما ينفذه على أرض الموصل بتهيئة الأجواء المناسبة لاستملاك البيوت والعقارات والأراضي. تناسق غريب في عصف جوقة من السياسيين ورجال الدين والأحزاب والميليشيات والإعلاميين، وإن كانوا متفرقين ومتباعدين في المكان والتوقيتات لكنهم اجتمعوا على طعن الموصل رغم وهنها ومعاناتها من التخريب والموت وحجم الإهانة التي لحقت بها بذات اللعبة والسياق للتغيير الديموغرافي بالضغط على العصب الطائفي بالمزيد من الإجراءات الإدارية وآخرها فرض الضرائب، وبأثر رجعي لاستيفاء ما تراكم منها خلال سنوات احتلال تنظيم داعش للموصل على العقارات والمباني والمشاريع الصغيرة. هناك أحزاب وميليشيات عميلة في العراق مسيرة من جانب النظام الإيراني، ولها ما لها سوى تمجيد هذا النظام والثناء عليه ليل نهار. لكن هذا النظام كما يبدو لم يكتفي بتملق ورياء من قبل هذه الأحزاب والميليشيات، وإنما بادر إلى فتح العديد من القنوات التلفزيونية والإذاعية والمواقع الإلكترونية التي تشتر مواضيع الحمد والثناء على هذا النظام وإظهاره وكأنه نظام أنموذجي يمكن أن يصبح قدوة ومثلا أعلى لبلدان وشعوب المنطقة، بل وإن هذه المواقع التي هي عبارة عن أبواق مهمتها محددة تقوم بمدح النظام الإيراني تذهب أبعد من المدح عندما تطالب باستنساخ نظام ولاية الفقيه في بلدان المنطقة، وكأن الشعب الإيراني قد صار مرفها وفي رغد العيش، حتى يمكن نقل هذه التجربة وفق مقال للكاتب مثنى الشادرجي في موقع كتابات نطالة. وسائل الإعلام المشبوهة التي زرعها النظام الإيراني في العراق من أجل ترسيخ نفوذه وجعل الشعب الإيراني مأخوذاً ومنبهراً به، يعيش المرتزقون فيها أزمة طاحنة، إذ إنهم لم يتلقوا أجور عمالتهم الشهرية منذ 3 إلى 6 أشهر، وهو ما خلق أزمة في أوساط هذه الشرائع الإعلامية العميلة. ويبدو أن القدر يريد أن يجعل هذه الأبواق الكريهة أن تشعر بحقيقة أن ولي نعمتهم يعيش في حالة صعبة ولا يمكن أن يسير أموره الداخلية كما هو مطلوب، فكيف بالخارجية منها؟ فضيحة الأبواق التابعة للنظام الإيراني في العراق هي فضيحة أخرى تضاف إلى مسلسل الفضائح الطويلة العريضة لهذا النظام، ومن الواضح أن الأسابيع القادمة التي ستشهد المزيد من التضييق على هذا النظام ستتوضح الصورة للشعب العراقي عن حقيقة وواقع هذا النظام الذي يريد أن يجعل العراق جبهة أمامية له في سبيل بقائه. ويختم الكاتب بالقول: في إيران يبدو أن الجرة لن تسلم كل مرة، فهذه المرة سيرى العالم كله كيف ستكون النهاية المخزية للنظام. هناك طوائف وأحزاب تدمر نفسها وما حولها، تصر على الوحدانية حقها في الحياة، حق دونه قتل الآخرين أو الانتحار. الأمثلة كثيرة ذكرها الكاتب مصطفى زين في مقال بصحيفة الحياة، حيث ركز فيها على الإنجيليين في أمريكا. تتابع. العلاقة بين ترامب والإنجيليين ليست معقدة، هم أوصلوه إلى البيت الأبيض عن قناعة بأنه سيحقق لهم سياساتهم المبنية على أساطير توراتية غير آبهم إلا بما يجنيه من أرباح،
وهو استخدامهم بما لهم من نفوذ لإرهاب خصومه في الدولة العميقة. ولم يكذب إيمانهم فاعترف بالقدس عاصمة أبدية لإسرائيل وخطط لصفقة القرن، وبدأ السعي لإنهاء المسألة الفلسطينية بعدم اعترافه بحق اللاجئين بالعودة والتهديد بتخريب أي بلد لا يوافقه سياساته. سياسة ترامب ليست طارئة على الإدارة الأمريكية، خصوصاً فيما يتعلق بالمسألة الفلسطينية أو بالنظرة إلى العرب عموماً، فقد عرفنا مثلها في مراحل كثيرة في عهد ريغن وبوش الأب والابن حتى أوباما الذي كان مختلفاً عرقياً، لم تكن سياساته في الشرق الأوسط مختلفة كثيراً عن سابقاتها. يحتدم الصراع بين الدولة العميقة والطائفة العميقة في أمريكا، وينعكس صراعهما على العالم العربي حروباً في هذه المنطقة المنكوبة. وما سياسات ترامب سوى صدى لهذا الصراع، وليس مهماً أن يصفه كوهين بأنه كاذب، فهو يقول الحقيقة دائماً. كتب جاري يونغ في The Guardian البريطانية عن لقائه إحدى المؤيدات لدونالد ترامب خلال حملاته الانتخابية. سأل السيدة عن موقفها من زعيمها بعدما أعلنه عن علاقته بالنساء، فقالت إنها تريد أن ترى الوقائع وتسمع تصريحاته بنفسها. أكد لها أن هذه التصريحات أذيعت على الهواء مباشرة، فأصرت على أنها لم تشاهده شخصيا ولا تصدق السيدة. أفضل مثال على هذه الحالة الإعلام الجمود الفكري الذي يعيشه الإنجليون يسلط عليه الكاتب من قبل يسلط على أنصار ترامب من الإنجليين. هل تعدد عقد المؤتمرات واللقاءات خلال الشهرين الأخيرين؟ هل هي علامة صحة أم هي عرض ربما لمرض؟ قيل عن مؤتمر القمة العربي الأوروبي الذي انعقد الشهر الماضي في شرم الشيخ أنه مؤتمر للغوص في ملفات السياسة والاقتصاد والهجرة غير الشرعية والإرهاب، وحين ارتطم بصخرة حقوق الإنسان لم يتحقق الهدف من انعقاده، وفشل مؤتمر وارسو أيضا في تحقيق أهدافه الحقيقية، وكانت مقايضة ضرب إيران بصفقة القرن غير المؤكدة وغير المعلنة رسميا. وهذه المؤتمرات واللقاءات يتسابق عليها دول كبرى وعظمى تبدو من أجل حشد حلفاء وأتباع عملاء لمهمة تبدو عاجلة، وذلك الحشد عادة يسبق الحروب المحدودة أو الشاملة أو المفتوحة عن الجيل الرابع والخامس من الحروب. كتب محمد عبد الحكم دياب في صحيفة القدس العربي ذلك. تتابع. وتأخذ حروب هذا الجيل بمبدأ الحرب بالوكالة في حالات تنافس قوى إقليمية ودولية على النفوذ والمصالح، وتتجنب الحرب المباشرة وتتدخل في شؤون الدول الأصغر والأضعف ذات القيمة الاستراتيجية والاقتصادية أو الجغرافية، وذلك بتحريض جماعات وميليشيات ضد دول مستهدفة ونظم وحكام مطلوب إسقاطهم، واستخدام وسائل التواصل الإلكتروني في شحن الناس وتزييف وعيهم. ومن أجل ذلك تستخدم أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا المعلومات. ونظراً للظروف البائسة التي يمر بها العرب، يكثر الحديث عن الجيل الخامس من الحروب أو ما يسمونه حروب ما بعد داعش. وحروب هذا الجيل تعمل على القضاء النهائي على قوى المقاومة وتمكين الثورة المضادة منها، وإحلال تنظيمات وجماعات طائفية ومذهبية وانعزالية ومناطقية محل مؤسسات ومرافق الدولة، وتشجيع عناصرها على الانخراط في النشاط المسلح وتوجيهه ضد الوزارات والمجالس العليا والمتخصصة والإدارات المركزية والوحدات المحلية. العرب المحشورون في نفق حروب الجيل الخامس، هل سيقاومون ذلك؟ أم أنهم لن يخرجوا من ذلك النفق؟ يتساءل الكاتب. شهدت فعاليات مؤتمر الجوال العالمي MWC 19 المقام في برشلونة كشف النقاب عن أنواع مختلفة من الساعات الذكية التي لم
تعد تقتصر على الوظائف الرياضية فحسب، بل أصبحت تستهدف أيضا مجموعات معينة من المستخدمين من الآباء والأطفال وعشاق التقنيات الحديثة. إذ كشفت شركة نوبيا الصينية عن ساعتها الذكية ألفا الجديدة التي تمتاز بشاشة أومليت قياس 4 بوصات وتهدف من خلالها إلى تلبية متطلبات عشاق التقنيات الحديثة، حيث تدعم الساعة الذكية الجديدة شبكة دبليو لان اللاسلكية وتقنية البلوتوث وشريحة هاتف إلكترونية مع وجود كاميرا سيلفي وميكروفون وسماعة. ولم تعلن الشركة الصينية موعد إطلاق ساعتها الذكية الجديدة في الأسواق. وشهد أيضا جناح سامسونج بمؤتمر الجوال العالمي كشف النقاب عن الساعة الذكية جالاكسي ووتش اكتيف التي تجمع من الناحية التصميمية بين الساعة الذكية وسوار اللياقة البدنية. وقد خفضت الشركة الكورية الجنوبية وزن الساعة وقطر الشاشة 40 ملم مقارنة بالموديلات السابقة. نشاهد معا الرسوم الكاريكاتورية التي هي وجه آخر لحرية التعبير. بالرسوم الكاريكاتورية وبمحبة متابعتكم مشاهدينا الكرام، إلى أن نلتقي في أمان الله.